كشف محافظ نينوى عبد القادر الدخيل خلال مؤتمر صحفي كشف أن هناك تحركات حقيقية من قبل الحكومة المحلية لحلحلة الأمور المعقدة والملفات العالقة في قضاء شنغال غربي نينوى، خصوصا وأن اتفاقية تطبيع الأوضاع المعقدة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لا تزال معلقة، مؤكدا وجود نية حقيقية من قبل الطرفين لإعادة الاستقرار إلى هذا القضاء الذي يحتاج إلى تضافر جميع الجهود الحكومية لبسط الاستقرار فيه. نحن في دورنا كحكومة محلية تحركنا بشكل مكثف في هذه الأيام والتواصل مع الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حتى يتم حلحلة هذا الأمر والشروع أولا بتعيين رئيس الوحدة الإدارية الذي نعتقد أنه سيكون مثابة بداية الحل لقضاء سنجار، وأيضا الموضوع هو متابع وبشكل مكثف من الحكومة الاتحادية سواء السيد رئيس الوزراء أو الجهات الأمنية وأيضا من قبل حكومة الإقليم. نحن سنتعامل حسب معطيات المحددات التي تحددها الحكومة الاتحادية وبالتعاون مع حكومة إقليم كردستان، لأن نعتقد أن موضوع قضاء سنجار قد طال كثيرا ويجب حسم الموضوع في أقرب وقت.